الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. البداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي احنا دائما ننوه أنه جديد الرقم، فياريت الانتباه إلى هذه القضية. الرسالة ياريت تكون مختصرة بها المعلومات الكاملة، إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور أو ما يثبت الرسالة ياريت يتم إرساله حتى يتم عرضه ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك تويتر اللي حبي يتواصل ويانا أيضا من خلال هذين الموقعين، وعندنا البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، واللي عنده أي تعليق أي موضوع يخص مدينته مشكلة يعاني منها ياريت يتم إرسالها مع العنوان بشكل كامل حتى يتم إرسالها لمراسلين لمتابعة الموضوع أو أنه نطرح القضية عبر البرنامج. المشوار راح يبدي من موضوع مهم، تقرير مهم أيضا وصلنا من الموصل، وهناك تظاهرة لمنتسبي دائرة صحة نينوى للمطالبة بصرف رواتب، وهو الحقيقة عدة مطالب عندهم بس أهمها هي صرف الرواتب المتأخرة. قسموهم طبعا واجبات، تعرفون بعد عودة الموصل إلى أحضان الوطن بدأت الوزارات أو بدأت الدوائر تحاول إعادة الحياة إلها، كل دائرة حسب عملها ومجهودها قامت بإرسال مجموعة بعد مجموعة أسماء إلى الأمن الوطني حتى يتم فحص الأسماء أو تدقيق الأسماء ومعرفة من الجهة الأمنية معرفة هذه الأسماء إن كانت هي فعلا تنتمي لهذه الدائرة، فعلا أياديها لم تتلطخ بحقبة داعش، فهذه كلها تحتاج إلى وقت. لكن الناس تقول إحنا وجبات بدأت توصل وجبة ورا وجبة ورا وجبة، و أكو ناس استلمت رواتبها وأكو ناس توقفت رواتبها وأكو ناس تنتظر، هذا كل التأخير يعني المفروض يستمر خلينا نقول أسبوع أسبوعين شهر خلينا نقول بس مو أشهر. لذلك هم تظاهروا اليوم، كان هذا أحد المطالب المهمة بالإضافة إلى صرف الرواتب المدخرة بالإضافة إلى رفع نسبة الخطورة، وهناك بعض الحقوق اللي المفروض هي أن تعطى، لكن أهم ما في الموضوع هو موضوع الرواتب. احنا راح نروح نشوف التقرير ونسمع مطالبهم ونسمع صوتهم، ويا ريت يوصل الى الجهات المعنيه سواء دار صحه نينوى او وزاره الصحه او اي او رئاسه الوزراء من اجل التدخل ومعرفه الحقيقه وين، لان يقولون هناك من يتعمد في تاخير هذا الموضوع باعطاء اسماء خطا او معلومات خطا، وبالتالي يتم التاخير من اما دائره او الوزاره. نتابع احنا مطالبهم وهذه التظاهره وهذه الوقفه الاحتجاجيه ونرجع نكمل، وان شاء الله لنا وقفه مع وزاره الصحه لمعرفه الى اين سيصل ملف منتسبي دائره صحه نينوى. اول شيء نطالب اطلاق رواتبنا، اثنين رواتب المدخره، اطلاق التصاريح الامنيه، تثبيت العقود والاجور اليوميه، ونطالب حالنا حال دار صحة الأنبار صلاح الدين سلموا رواتبهم بانتظام، ها والمدخرة ها والبطاقة الذكية، ليش نحن هالتعب هذا عنداهم مع نبذل كل جهدنا، ليش الرواتب ماكو؟ المبلغ صار له من قبل العيد باسبوع بالتي بي اي، عجب لحد الان ماكو. ها نطالب نواب نينوى، نطالب اعضاء مجلس محافظة نينوى، نطالب المدير العام المحترم، نطالب رئيس مجلس الوزراء حل رواتبنا. حالاي صارت مشكلة أزلية لأن رواتب ماكو، فيعني نتمنى تحلون هاي المشكلة، لأن احنا ما نخلي عن نبذل كل قصار جهدنا بالدوام. فباسمي وباسم اخواني الموظفين نطالب برواتبنا ونطالب برواتب المدخرة واطلاق رواتبنا وانتظامها مثل التربية والبلديات، ونطالب ايش اسمه بتثبيت الاجور والعقود اليومية. احنا نرجع همينا نرجع نقول انه الوجبة الاولى والثانية والثالثة والرابعة تم صرف رواتبهم، الوجبة الاولى كانت مستمرة الى حد شهر الثامن، الوجبة الثانية والثالثة والرابعة استلمت اول اربعة اشهر اللي هو شهر الاول والثاني والثالث والرابع.
الوجبة الخامسة لم تستلم ولا راتب. الوجبة 11 التي هي أصبحت من الوجبة السادسة إلى الوجبة العاشرة باسم الوجبة رقم 11. الوجبة رقم 11 أتت أسماؤها قبل أكثر من شهر، والآن أسماؤها تعد لصرف رواتبها. أما بالنسبة للوجبة الخامسة فكانت أسماؤها جاهزة من قبل أكثر من 4 أشهر، وكان بالأحرى أنه أن يتم صرف رواتبهم قبل العيد قبل عيد الفطر، ولكن مع الأسف التأخير لا نعرف ما هو سببه. الكهرباء يستلمون، الماء والمجاري يستلمون، التربية تستلم، البلدية تستلم، وكلها أخذت مدخرات ومنطلقة رواتبها بصورة مستمرة. المشكلة وين؟ المشكلة مبينة بالدائرة مالتنا اللي هي ترفع الأسماء الغلط، ترفع أسماء بها عليها مؤشرات أمنية ومع أنه هي مبلغة بقوائم. فلا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة يتكرر هذا الأمر. فطبعا دائرة الأمن الوطني اللي هي بالوزارة مال الصحة ما يظل لها ثقة بهيش موظفين، وهو موظف وخريج تلقيه احتمال تلقيه خريج هندسة حاسبات، احتمال تلقيه خريج إدارة واقتصاد. هل من المعقول يجي يكتب مثلا اسم ثلاثي غلط، أحمد محمد محمود، يجي يكتبه أحمد صالح نايف، ما شيء ما يشبه شيء، وير وراها يكتب العنوان الوظيفة مالته صح والموقع مالته اللي يشتغل به صح، فهذا شيء مو معقول. نحن أول واحد حررنا بالموصل، نحن من القرية الفاضية، ما نقدر نيجي من الموصل إلا بالوصل. شوف الوصل مالي، إذا ما ينطيني وصل ما أقدر أفوت الموصل إلا بالوصل. سيطر ما يخليني أعبر، هم يومين يسوي وصل على المدة اللي اسمه، وأنا راتبي ضعيف، أصغر موظف أنا، وعندي طفل معوق، أنا عايش أطفالي لو أجي أدفع الكراوي. أرسلنا لهم فريق عمل من دائرتنا برئاسة مدير الإدارية، الآن هو في بغداد، الآن هو في منطقة الخضراء. قبل قليل كنت أتكلم معه في مستشارية الأمن الوطني لتزويده بأسماء ما تبقى، هذا سبق صحفي للشرقية، لتزويده بما تبقى من أسماء الموظفين الذين لم يصلنا التدقيق الأمني لتنظيم قوام رواتبهم. قوام الرواتب المنظمة للوجبات السابقة ومنها وآخرها كانت الخامسة، اليوم كان استكمل تدقيقها في الوزارة وأحيلت إلى مكتب المفتش العام. قبل قليل كنت أتكلم مع مأمورين في الوزارة لمتابعة قوام رواتب موظفينا للوجبة الخامسة، استكملت وأرسلت بكتاب من دائرة الإدارية إلى مكتب المفتش العام. أيضا المفتش العام يقوم بتدقيقها ورجع لدائرة الإدارية، وبعدها سيشعر مصرف الرافدين بإطلاق صرفها. أسباب كثيرة هي لتأخير رواتب الموظفين، ومنها لوجستيا، يعني هي ليس فقط عدة حلقات من التدقيق تمر عليها، تمر القوام التدقيق، ولما أيضا هناك أسباب لوجستية. لحد الآن محافظة نينوى لا يوجد فيها مصرف للتعامل معه أو لجلب الرواتب أو لإنجاز المعاملات المصرفية. علينا أن نفتح حساب في بغداد، ومن ثم من بغداد تنقل إلى مصرف تي بي آي، ومن تي بي آي بغداد إلى تي بي آي أربيل، ومن أربيل إلى الموصل. فعملية معقدة مركبة، كل هذه تستغرق وقت طويل لعملية صرف الرواتب. توفقنا للوجبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكنه لأنه هناك عملية تحديث في التدقيق الأمني، فكلما تتحدث القوائم أو التدقيق الأمني علينا أن ندقق قوام الرواتب، لأن هناك معلومات تأتي حديثة لموظفين قد تقاضوا رواتب على سبيل المثال في الوجبة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، لكن التدقيق الأمني المحدث أنه هناك مؤشرات على بعضهم، فعلينا أن نرفع أسماءهم مرة ثانية. وهذا هو سبب
سبب تأخير صرف الرواتب، لأنه في كل مرة قوائم الرواتب تمر على عدة حلقات بالتدقيق إلى أن إلى أن يصار إلى إشعار إلى المصرف لصرف الرواتب. وهذا أيضا همنا، لأن عدم وجود مصرف داخل المحافظة أيضا فد عامل مهم جدا وخطير في تأخير صرف رواتب الموظفين المحررين. تكررت مطالباتهم وبحت حناجرهم وهم يطالبون بحقهم الذي كفلته لهم دولة العراق. غيابهم عن الخدمة يسرق حياة بعض المواطنين، وبقائهم فيها يرفع نسبة نجاة آخرين. موظفو دائرة الصحة نينوى نظموا هذه الوقفة وهم عازمون على أداء واجبهم، لكنهم لن يتنازلوا عن استلام رواتبهم المدخرة. لبرنامج أهل المدينة، عبدالله الطائي، الموصل. طيب، مثل ما شاهدنا هذه التظاهرة لمنتسبي دائرة صحة نينوى للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة والمدخرة أيضا، وأيضا رفع نسبة الخطورة. حاليا أهم يمكن نقطة هي موضوع صرف الرواتب، ما لأنه تدقيق وراحت ورجعت ومنظومة وماكو مصرف، هذا الموضوع ما يعنيهم أو مو مسؤوليتهم ولا مشكلتهم. حاليا مشكلتهم المهمة أو مشكلتهم الأساسية عادت الحياة مرة أخرى إلى الموصل، رجعوا الناس يشتغلون مرة ثانية، ودائرة صحة بدأت تشتغل، ناس تسلم رواتبها، ناس تريد تعيش. هاي باختصار، هاي الحيثيات أو هذه التفاصيل هم ما لهم علاقة بها، هذا حق، أبسط حق إن واحد يستلم راتبه حتى يأكل عائلته ويأكل نفسه. طيب، إحنا حتى نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع ينضم معنا سيد ليث حبابة مدير صحة نينوى. مرحبا بك سيد ليث، ونشكر انضمامك إلى أهل المدينة. أنت قبل شوية صرحت طبعا عبر التقرير، لكن إحنا نريد نحكي بحق وصراحة. أنت ونحكيت تفاصيل الموظف ما له علاقة بيها، لأنه ما يقدر يقنع طفله أو ابنه ويقول له يا ترى بابا إحنا داعش ولازم أسماءنا تصعد للأمن القومي مدري الوطني، ولازم منظومة تدخل ولازم تطلع وتجي وأربيل وموصى، هاي كلها هو ما له علاقة بها. الطفل يريد يأكل والعائلة تريد تأكل، فبالتالي إحنا لازم بقدر الإمكان نختصر كل هذه الخطوات، كل هذه التفاصيل، كل هذا الروتين حتى الناس تستلم رواتبها بشكل طبيعي. هل هناك أمل أن الناس تستلم رواتبها؟ سيد ليث كنت تسمعني؟ تفضلي، حياك الله. مساء الخير، تحية إليك وتحية لمستمعيك الكرام. حياك الله، أنا شكرتك بالبداية لانضمامك إلى أهل المدينة. أنت قبل شوي صرحت في الاستطلاع وحكيت بشكل يعني مختصر كثير من الأسباب، لكن أنا جاي أقول لك يمكن الموظف يعني كحال يتحمل يتفهم القضية، لكن كل موظف هو وراء عائلة، هو لا ما يقدر يشرح لابنه أو البتة أنه يبابا ترى الموضوع معقد وبيروتين ممل ولازم ودي وجيب ولازم يدققون بالاسم. العائلة تريد تاكل، نعم، والعائلة من حقها، نعم، أنه تعيش وتستمر بالحياة. فبالتالي جمع الأب أو رب الأسرة هو محرج أمام عائلته، وهو أبسط حق أنه يستلم راتبه حتى يأكل ويعيش. هل هناك أمل باختصار كل هذه التعقيدات؟ حقيقة كلامك كله صحيح، الأطفال لا يفهمون هذه الآلية. كنت أتمنى أنه أنا ما نتحكم على المال لأطلق صرفها مباشرة دولا عودة إلى مرجعي، لكنه هذه الدوائر الحكومية لست أنا من وضعت هذه الدوائر، لست من أنا أسستها، لست أنا من وضعت هذه الآلية التي هي صار لها سنين طويلة. كنت أتمنى المال موجود الآن في الموصل في أحد المصارف وتحمل مسؤوليتها وأوقعها، مثل ما تحملت مسؤولية نقلها في يوم من الأيام، مثل ما تحملت مسؤولية توقيع القوائم الوجبة الخامسة وقعتها ورقة ورقة على مسؤوليتي. لكنه شاءت الأقدار أنه هذه القوائم يجب أن تدقق من لجنة في داخل الوزارة. بعد ما انتهت اللجنة دققت في وزارة في حسابات الوزارة الصحة، والآن أرسلت من دائرة الإدارة إلى مكتب المفتش العام لإكمال تدقيقها. المفترض هذا الأسبوع ترجع إلى دائرة الإدارية وإعطاء إيعاز للمصرف بإطلاق صرفها، لأن التمويل استكمل منذ فترة طويلة
ونجد في حساب الدائرة، وممكن هذه آخر حلقة، لكنه كم تستغرق هذه الحلقة من الوقت. لدي اتصالات مستمرة مع لجنة من المفتش العام، التقيت بهم وطرحت المشكلة. وقلت لهم الناس بهذه الكلمة، عفوا أقولها في عبركم في الإدارة، قلت الناس ماتوا من الجوع، عفوا أقولها مرة ثانية. ليش عفوا؟ أخبرتهم هكذا. نعم. أخبرتهم هكذا. وضعوا لي حل. قبل ساعتين، أنا الآن في الموصل، قبل ساعتين اتصلت مع مدير حسابات الوزارة. الدكتور أحمد جوحي. اللي هو دكتوراه في الحسابات. وقلت له قل يا أخي اتركوا يعني استعجل صرف الرواتب، لأنه الناس بين قوسين الكلام الذي قلته قبل قليل، الناس تحتاجه. التأخير اللي صار إذا تسمحي لي، تزامن مع تغيير مدير الدائرة الإدارية، دكتور صباح كان قبله دكتور مكي، وأيضا بتغيير مدير حسابات الوزارة اللي كان السيد عبد العظيم، الآن هو دكتور أحمد شوحي. طيب. هذا التغيير يعني وضعت مو آليات جديدة، وإنما كل شخص من يجي على منصب جديد يريد يعرف الحيثيات حتى يتشجع ويصادق، وخاصة من يكون أموال طائلة. طيب. للأسف حصل هذا التغيير، وهذا التغيير أثر كثير على آلية صرف الرواتب. وأنا ما أخفي عنكم، وأنا أكون شفاف، أكون مع رب العالمين قبل ما أكون معكم، هناك خطأ صار في أحد القوائم الوجبة الخامسة، وكان الخطأ هو سبب أحد الموظفين، وإحنا حققنا وشكلنا مجلس تحقيقي وتم معاقبته ونقله من الدائرة، لكن هذا مو حل، مو حل. السبب الموظف خطأ، خطأً وضع أحد الأسماء أو قائمة لعدد من الأسماء اللي هم مدققين أمنياً وعليهم مؤشرات أمنية، فبالتالي الوزارة عندما اكتشفت هذه القائمة مع قوام رواتب الوجبة الخامسة دخلتها في سلسلة التدقيقات التي صارت. للأسف حدثت، ونحن في أمس الحاجة لاستعجال، كان بودنا أنه نستصرف الرواتب قبل العيد، لكن سبحان الله شاءت الأقدار أن تكون هكذا، ومثل ما يقولون بالعامية تسير السفن بما لا تشتهي، أو تسير الرياح بما لا تشتهي السفن. طيب، إيش قد عددهم كلهم هم المنتسبين؟ إيش قد اللي استلموا؟ وإيش قد اللي بعدهم جاي ينتظرون؟ اللي مستلمين الوجبة الأولى 1771. طيب. الوجبة الثانية والثالثة والرابعة هم 5600 موظف. مجموع المستلمين هم 8000 موظف. الوجبة الخامسة اللي هي 7000 موظف. أنطيك علما، حتى رواتب النازحين للشهر الثامن تأخرت. رغم إحنا استكملنا التمويل، تأخرت لسبب بسيط. أنا قبل ربع ساعة كنت أتكلم مع مدير حسابات، قلت لك هذا مدير حسابات جديد، فبالتالي يريد يعرف الحيثيات، وهذا من حقه. أنا لا ألومه. طيب. من حقه. زين. إذا تسمحي لي، إذا تسمحي لي أكمل المعلومة، لأنه النازحين هم يحتاجوا رواتب. أكيد. هم صحيح. التجارات. صحيح. إلى آخره. صح. صح. نفس الشيء. قبل قليل تكلمت معاه، قلت له يا أخي النازحين هم بها تدقيق وأمني ما شلون؟ قال دكتور وجدت هناك فرق في رواتب النازحين على الأشهر السابقة. فأريد تشيك لي شنو هذا سبب الفرق. فعلا اتصلت مدير حسابات وخليت يسوي لي كشف كامل بالفرق. الفرق 129 مليون. سبب هذا الفرق هو لرواتب المتقاعدين لإجازاتهم المتراكمة. طيب اسمح لي بس، يعني أنا أنت من حقك يعني تحشي التفاصيل، بس تعرف إحنا أيضا عندنا وقت محدد ومواضيع كثيرة. بس السؤال هو باختصار، يعني إيش قد بعد يتحملون ويتم صرف الرواتب أو إطلاقها؟ أنا يعني أنا لو كنت بالوزارة، طرف بالوزارة، كان ممكن أقدر التوقيتات. طيب. ممكن نسأل الوزارة، ليس دائرة الصحة الدنيا، ولديها 15 دائرة، يعني 15 مشكلة عندها. نعم. فليس دائرة الصحة الدنيا، يعني طيب. إذا القضية هي يم
صح القضية من الوزارة حاليا، احنا راح نحاول نتصل بهم ان شاء الله. نعم جاء الوزارة ووعدونا خير ومعالي طيب. الوزيرة حتى لو عندها مشاكل اكو اولوية، ناس راح تموت جوع مثل ما انت قلت. نعم فهم نعم لهم الاولوية اسهر الليل في سبيل انه اخلص هذه القوائم واصرف رواتب الناس اهم من اي مشكلة اخرى. اذا تسمحي لي البارحة كان لدي اتصال ويا سيد الوكيل. نعم وعدني في بداية الدوام يوم الاحد يدفع الامور. ايضا اوصلت رساله الى معالي الوزيره وايضا دفعت الامور. واوصلت للدائره الاداريه بيستعجلون اطلاق الرواتب هذا الاسبوع. تمام احنا باكر ان شاء الله ايضا راح نتابع ونشوف القضيه. سيد ليث حبابه مدير صحه نينوى، شكرا جزيلا لك، ونتمنى هذه الهمه يعني حتى وزاره الصحه بعد شويه راح نتصل بهم ونشوف انه التاخير ليش او متى يتم صرف هذه الرواتب المتاخره. فاصل قصير ونواصل مشوار اهل المدينه. نبقى احنا بملف وزاره الصحه، هناك موضوع اثير بهالايام السابقه، موضوع يخص دواء تولين دي اللي هو يخص الانفلونزا اللي بكثره. تعرفون احنا موضوع يعني عندنا بالعراق واحد بس شويه هو ما يروح للطبيب، هو يشرب ادويه، واحنا ما شاء الله ابواب مفتوحه فتدخل لنا مجموعه انواع اشكال والوان، احمد حلو عندنا الدواء. فالمقطع هسه راح نشوفه احنا سويه وراح نتصل بوزاره الصحه راح نحكي بهذا الموضوع الخطير للغايه، ونرجع مره ثانيه على صحه نينوى باعتبار انه مدير الصحه قال انه القضيه يم وزاره الصحه. نشوف المقطع اللي هو الدواء مثل ما احد المواطنين رصد قال داخله قزاز، ونائبه في مجلس النواب ماجده التميمي قال فعلا هي قالت وحكت بالقضيه واثارتها، وحاليا هسه الاعلام مشغول بها ومواقع التواصل الاجتماعي. حتى نعرف مصداقيه هذا الخبر وهذا الملف ايضا راح يعني نتصل بالسيد سيف بدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه حتى هو يعطينا تفاصيل اكثر. نشوف المقطع اول شيء وبعدين نتواصل مع السيد سيف. هو الى هذا الحبوب ماله، هسه هذا الحبوب مال نشله، شوفوا هاي كسرتها فتحت له وحده طلع شنو فيها، هاي تدخل ببطني مصابه حبوب ولا عمل قزاز، شوفوا هاي قزاز كسرت وحدة بيدي تعملت العورة ديني، هذا قزاز على حاله. اشوفوا شلون كسر؟ شلون يشرمونه ببطنكم؟ هذا مال لشلة، هو باثنين ونص شعرة. بالبصرة صغير شو سعودي، وهذا اسمه الحبوب هذا تبو العدل. قزاز على حاله هذا. هذا يدخل بالبطن. يلا على بيدي هو ضغطتها اقوى مش يعني كلش ضغطتها لا طقت. بيدي كسرت. وعوض ديدي كلها قزاز راح نفتح هسه الثانية شوفوا هذا الجو هذا الشكل بس الثانية راح تعور ايدي هاي الحبوب بزيد الجو شو التب بعض شو اسرعيهم ما بيها بس شيء وسيلة الفتح اذا بلاستيك هي بتفتح بالبطن تطلع هي الخروج التب هاي عندي وهذا شوف الازاز هاي تفضل هاي تسوي لك وحده سلام مرحبا شوفوا هاي شوفوا هاي الكاميرا تمتوا ربع هاي شوف الازاز على حاله تفضل يلا هاي بالبطن جبر تفضل اتبع التصوير يا ريت اللي يشوفه يشرب يا ريت نشوف المقطع فيديو ليش راح هذا الدواء. طيب لانه ما نقدر نفتي بالقضيه فيجب انه نسال اصحاب الاختصاص بالموضوع. ينضم معنا سيد مثل ما قلنا سيف بدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. مرحبا سيد سيف وشكرا لانضمامك الى اهل المدينه. اهلا وسهلا، هلا ومرحبا بكم. حياك الله. طبعا يعني انت كنت مشغول ويعني تمنيت انه لا تصل لا لا يعني بس حقك واحنا هم حقنا تعرف الناس. لا ابدا بالعكس بالعكس. طيب اثار انا اشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع المهم جدا وصراحه متكرر. طيب احنا يعني احنا طالع مو بس المواطن هو من اثار القضيه وانما هناك نائبه اثارت القضيه وحتى انتم عاتبتوها قلتوا المفروض انه مباشره تلجئ لنا، لكن يعني لازم يعني منذ البدايه هي توعي الناس او تحذر الناس. هل فعلا هذا الدواء يحتوي على الزجاج او هل هو فعلا غير مرخص وغير خاضع للسيطره النوعيه والفحص ووزاره الصحه تفاجات بوجوده في الاسواق رغم انه هو صار له سنين موجود في العراق وفي الصيدليات والناس تتناوله بكثره باعتبار انه احنا من الناس اللي نشرب ادويه كثيره خاصه في الانفلونزا.
احنا اصدرنا بيان رسمي وارسلنا نسخه لكم اذا طلعتوا عليه. بالنسبه لي بيان اللي اصدرته نابح ونفس الموضوع، هو الموضوع هذا من يوم الاربعاء والثلاثاء بدا ينتشر في مواقع التواصل. هذا العلاج غير مسجل في وزاره الصحه، يعني غير مرخص، ولذلك مجرد يعني وجوده بالاسواق يعتبر مخالفا للقانون، ويعتبر دواء يعني مهربا داخل الطريقه غير شرعيه، يعني احنا ماكو اي دواء يدخل للبلاد الا ضمن ضوابط صارمه، يعني لازم تكون اجازه استيراد ويكون خاضع الى معايير دقيقه، معايير علميه ومناشئ معروفه، فمعناته انه هذا العلاج داخل بطريقه غير مرخصه. طيب. ووزاره الصحه لا يمكن ان تعطي اجازه استيراد مثل ما بينت حضرتك الا لمناشئ معروفه ومن معايير معتمده. طيب بس خلينا نقسم قضيه، هو فعلا بزجاج هذا الدواء؟ هو المفروض هسه احنا من نهايه ذاك الاسبوع، لكن كان يوم الخميس عطلة، وجه بتشكيل تحقيق حول الموضوع، وأكيد راح تدرس عينات من عنده في المختبرات الخاصة حول الموضوع ويصدر به تقرير نهائي، لكن هو بكل الأحوال سواء بزجاج أو ما بزجاج مجرد تداوله بالأسواق هو غير مرخص، حتى إن كان هو العلاج صالح للاستخدام. طيب يعني إذن هو غير مرخص. طيب. أصلا بالمقصود. طيب. الأول شلون قبل أن يكون به مشكلة أو ما به. طيب. نعم. شلون فلت من وزارة الصحة مثل هكذا دواء خاصة هو متداول؟ نعم. بشكل كبير، يعني اكو ادوية من الممكن تكون هي نادرة، فبالتالي من الممكن. نعم. انه واحد بس هذا الموضوع لا، يعني هذا الدواء موجود في كل صيدلية، هذا شلون فلت من وزارة الصحة؟ ما فد يوم من الايام احد الاشخاص، احد الصيادلة، احد الاطباء وصل الى وزارة الصحة انه هناك دواء دخل الى العراق دون رقابة او دون اجازة؟ لا اختي الكريمة، احنا عندنا فرق بين دائرة التفتيش بالتعاون مع قاعدة الصيادة متابعة هذه الأمور، احنا حتى الأدوية المرخصة تكون متابعة، يعني ما تكون مرخصة على الإطلاق. لازم أن تجدد الإجازة بها وتتابع، لأن يعني احنا بعض المناشئ في فترة ما قد تكون معتمدة، قد تمر فترة ينزل مستواها أو يصعد وهكذا. تمر علينا الشكاوى وتتابع، أيضا احنا عندنا فرق تتابع الموجود. طيب بس فرقكم فشلت كشف هذه الحقيقه، والدليل انه النائبه كشفت الموضوع والمواطن، يعني ما كان دور لكم قبل ان سيد النائبه، اكيد عرفتها من الاعلام مثل ما انتشر بالصفحات، لكن وقبلها اكو اجراء، قبلها اكو اجراء منذ نهايه ذاك الاسبوع وقبلها حول نفس هذه الماده، يعني ما موجوده بالقوائم الشركات المرخصه. طيب سيف احنا قاعد نحكي عن سنوات، هو مو جديد الدواء، يعني سنوات وزارة الصحة ما تدري انه هذا الدواء يتم تداوله وتناوله من قبل المواطنين. لا لا اختي العزيزة سميني، انه هذا احنا في كل فترة تنزل قوائم على العلاجات اللي معتمدة، وهذا العلاج وغيره من الادوية اللي غير مسموح بتداولها، لكن السؤال هو كيف دخل؟ هنا هي المشكلة. السؤال يوجه الى المنافذ الحدودية، يعني هاي الادوية المهربة اللي تعتبر مشكلة للصحة في الامارات. طيب. طيب هسه حاليا المفروض هناك دور لوزاره الصحه موجود في الصيدليات، والناس جاي تتناوله وتشتري، يمكن ما مصدقه او ما وصلها الخبر مثل كثير من الناس. هسه حاليا شنو الاجراء اللي سوته وزاره الصحه؟ عزيز احنا هم نطالب المواطنين انه يكون شراء الادويه الا من الصيدليات المعتمده، الصيدليات اللي بيها اللوح مالتها باسم الصيدلاني وتكون مسجله في نقابه الصيادله، هذه هي اللي تكون معتمده، اللي من المفترض انه يشترون من عندها الادويه والمستلزمات الطبيه. ومع ذلك اكو اجراء، وان شاء الله نتواصل وياكم ونقول لكم شنو الخطوات اللي اتخذت حول هذا الموضوع بالذات وحول هاي الامور بصوره عامه حول الادويه الغير مرخصه. طيب نتمنى انه يكون هناك استعجال، تعرف احنا يعني هسه خاصه شهر محرم راح تكون به كثير من العطل، فبالتالي اذا اول يوم محرم عطله، خميس وسبت عطله، والناس تبي دي يعني تعرف هذا وقت موسم الانفلونزا، الناس جت تشرب هسه من الادويه وهو به مضاعفات خطيره، فبالتالي احنا لازم نسيطر على الوضع، يعني نسوي لجنه طارئه حتى لو كان عطله مو عطله، المهم هي تقوم بواجبها، وتكون هناك اعلانات في الاعلام، وحتى نستغل يعني اي طريقه او اي وسيله لنشر الموضوع حتى على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم تفادي شراء مثل هكذا ادويه. شكلت لجنه، منذ نهايه الاسبوع الماضي، وان شاء الله هذا الاسبوع ان شاء الله النتائج الاوليه تعلن لكم وللجهات الاخرى.
طيب احنا نتمنى ان يكون هناك ايضا صدق وشفافيه بالقضيه، واحنا نشكر طبعا السيد النائب اللي كشفت الموضوع وايضا المواطن واي لجنه كانت فعلا مشاركه بالموضوع. نشكرك سيد سيف بدر المتحدث الرسمي، عفوا سيد سيف بس اذا كنت ويانا. نعم. يعني الموضوع اللي خطورته حقيقه دوخني، نسيت الموضوع الاساسي ايضا، اعتذر من الرواتب. نعم المتسع، اعتذر كثيرا. نعم. لهم اكيد قاعدين ينتظرون. طيب طيب نرجع على الموضوع الاساسي وهو موضوع مهم، صرف الرواتب. احنا قبل شويه خابرنا ليت حبابه اللي هو مدير صحه نينوى وقال انه الموضوع يم وزاره الصحه، فوزاره الصحه حاليا يعني متى تنتهي من هذا الروتين؟ روتين ممل، ومثل ما قلنا انهم ما لهم علاقه هم وعوائلهم. صحيح، انا اتفق مع كل اللي تفضلت به حضرتك واللي قاله الدكتور ليت ايضا من خلال التلفزيون، الناس مره الظروف صعبه. نعم. واي يوم هو مشكله ما نقدر ناخرهم اكثر، لكن انا اكد لك احنا كتوجه عام في وزاره الصحه كل ما يخص المناطق المحرره والموظفين اللي بيها. طيب. احنا نحاول نستعجل به قدر المستطاع، لكن تعرفين بعض الامور الاجرائيه المطلوبه من عندنا ليس فقط تخص الوزاره، اكو ديوان الرقابه الماليه تفتيش. بالنسبه لهذه القوائم الاخيره مثل ما تفضل دكتور ليس اكو اربع قوائم صرفت حدود اكثر من 8000 او 9000 موظف. ما عندي الرقم بالمضبوط. القائمة الأخيرة أنه خرجت صدرت من الدائرة الإدارية المالية والقانونية إلى التفتيش، وبعد رجوعها مباشرة نتأمل هذا الأسبوع. أنا أكد لك أنه كتوجه عام أنه كل شيء كل ما يخص المناطق المحررة، المناطق اللي تشهد معارك، فالدعم أنها يكون مفتوح من الناحية المالية والفنية أيضا والطبية، لان هذول الناس يستحقون كل السنوات من عندنا. طيب ايش قد النهايه؟ نقول لهم بعد صبروا مثلا كم يوم كم اسبوع؟ نتامل، احنا نتامل هذا الاسبوع ان شاء الله يبدي يعني من الاحد القادم ان شاء الله اكو تطور وتقدم هالموضوع بالذات. انطوهم الاولويه. ان شاء الله. يعني نتمنى ان يكون هناك أكيد اولويه بالقضيه اكيد اكيد. نعم. أكيد. سرعه بالانجاز. نعم. احنا الاولويه اللي عندنا بالوزاره واكثر الوزارات طبعا خصوصا انه احنا وزاره ختميه هو موضوع المناطق اللي تشهد معارك سواء من اسناد المعركه، اسناد الجيش، قوات المقاتله، الحشد، وكذلك اسناد الموظفين واعاده الخدمات. تعرفين دار صحه نينوى بالنسبة الدمار يعني 95 الى 100% في المؤسسات الصحيه، الان الوضع افضل بكثير، طبعا مو مثالي لكن رجع الى حد كبير سواء على مستوى الخدمات الصحية الأولية يعني المراكز الصحية والتلقيحات والرعاية الصحية الأولية أو الثانوية. نعم. أو حتى الثالثية. لأن احنا حتى مراكز تأهيل أيضا أعيد فتحها. طيب. يعني كل ما نستطيع أن نقدمه إن شاء الله. هذا الأسبوع أكو أخبار طيبة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى. ترى أنت من تقولهم هالشكل تعطيهم تخدير ويبقون ينتظرون على أبدا يعني أبدا أحرم لا 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 الجمر. لا لا. لا لا اختي العزيزه لا تمام. ان شاء الله احنا نشكرك. احنا متواصلين وياكم. حياك الله. احنا نشكرك سيد سيف بدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، ونتمنى انه فعلا الكل يكون يعني مجتهد ونشيط في سبيل انجاز كل هذه المعاملات وصرف الرواتب. احنا راح نبقى متابعين القضيه ان شاء الله، خلال اسبوع ان شاء الله يتم صرف رواتبكم المتاخره، وبعدين يعني كل حقوقكم ان شاء الله تجي. طيب نروح الى عيون المدينه، موضوع مهم للغايه وهو يعني راح نعرضه من اجل التوعيه. طفلة بعمر 3 سنوات في النجف في مستشفى استقبلتها مستشفى صدر التعليمي ابتلعت بطارية، هالبطارية تصير دائرية أحيانا موجودة في الألعاب. طفلة 3 سنوات حتى الألعاب مكتوب عليها زائد 3 زائد 7 لأنه يعرفون أن الطفل أحيانا يبتلع مثل هكذا أمور، قد يكون هي مو بلعبة ما أعرف شلون شايفتها، ف يعني رادت تموت الطفلة لأنه المادة هاي مباشرة تفرز مادة هذه البطاريات، وصارت مع أنسجة المريء، والكادر الطبي بذل جهد كبير في سبيل إخراج هذه البطارية يعني من الطفلة ورادت تموت. هي يعني حتى البطارية شفتوها هي كيف متفاعلة وكيف يعني حتى كبران حجمها، وهذا مواد سامة يعني الله سلمها وإن شاء الله تعدي مرحلة الخطر. واحنا نشكر الكادر الطبي لانه يعني مثل هكذا امور جدا صعبه وحرجه تكون، واحنا ايضا الاهل همزين انتبهوا عليها بسرعه، ونتمنى من الاهالي الانتباه. اي بطاريه حاولوا تخفوا الاشياء هاي الدقيقه الناعمه، كثير من الاطفال ترى كل شيء يحطونه ترى بفمهم، فاحنا نتمنى ان يكون هناك اهتمام بالقضيه. كثير على البث المباشر، هذا خلصنا كثير على البث المباشر يصيرون على الدور الثالث وتحسين المعدل، ما اعتقد اكو بعد مجال لانه يعني السنه الدراسيه راح تبدي، لكن احنا ننتظر وزاره التربيه، قد يكون لان بالعراق كل شيء واحد يتوقع، كل شيء قد يكون هذا. احنا متابعين اول باول، اي خبر نطرحه
عبر البرنامج. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام. في أمان الله.